كيفكن شباب؟ أهلين أحمد بالرديفة، خير؟ مو بالعادة تجي بهالوقت. لأنه مبارح اجت لهون بنت اسمها لميس، مين فيكن شافها؟ بدر، أنا اللي كنت هون، صدقني ما بعرف إنها بتهمه. برافو عليك، أنت بتعرف شو سويت هلأ؟ 100 مرة قلتلكن ما تحكوا مع حدا بأي شي بخصني بنوب، اهتموا بالسيارة اللي بتلاقولي إياها وبالمصاري اللي بتاخدوها وبس. لو سمحت ما تواخذني، أنا بعرف إنه ما كان لازم أحكي، بعتذر منك. طيب ماشي، تعال معي. لوين بدر؟ حنحل الموضوع اللي خربته. طلع اثنين تشيزبرجر لو سمحتي. شكرا. تفضل. نفس اللي بس انا ما في صوره فوق، قلت لك شوف اثنين همبرجر. تفضل. لا توخيني، دخلت الطلب غلط، ثواني وبرجع لك. لميس، شو الموضوع؟ خربطت بين هي الطلبيه وواحده تانية، رح حل الموضوع فورا. ركزي اكثر لميس. عفوا، بعتذر. ان شاء الله الف صحه وهنا. شكرا لك. انت شو عم يصير معك اليوم؟ ما في شيء مهم. لا اكيد في، انت مو على بعضك ابدا. مو صاير شيء بنو، برجع بعتذر منك، طلبيتك رح تجهز فورا. مين بتكون البنت اللي اجت امبارح؟ شو في داعي لهالسؤال؟ لأنه بنتك ما عم تتسلى، وبصراحة أول مرة بتهتم ببنت كل هالقد. إيه مزبوط، أنا بحياتي ما اهتميت بأي بنت وهي أول مرة. معناها هالبنت مهمة كتير عندك. إيه والله مهمة عن جد، برجع بعتذر منك بدر. ألف صحة. شكراً. شكراً لو سمحتي. بتحبي يكون معنا مخلل؟ بدي واحدة تشيز برجر. تكره. دخلت غلط، بعتذر منك، ممكن ترجع تقلي شو بدك؟ بدي تشيز برجر مع لبن عيران. تمام. هدول الكمالي. في غلط، لازم تعطيني 5 ليرات كمان. عفوا، تفضل. شكرا لك. شو طلبك؟ بدي علبة عصير. تكرم. تفضل لعندي، أنا باخذ طلبك. لا شكرا، معلش بستنى. تفضل. شكرا. أمور، هذا الشاب رح يخبرك بكل شيء، وبس يخلص حكي منروح. روح من هون، أنا كتير مشغولة. لميس، من بعد إذنك بده يقلك شغلة ويمشي. أوكي، تفضل قول. بعتذر بالأول على سوء التفاهم اللي صار، يعني بصراحة أنا غلطت باللي ساويته، لهيك جاي أعتذر. تمام، احكي بسرعة. لميس خانم، أنا كذبت عليك، بدر صار له أكتر من يوم تارك الشغل، بس بصراحة ما بعرف ليش هيك حكيت معك مبارح. أنا غلطت وإجيت أعتذر منك، وبتمنى تسامحيني، وبتمنى بدر يسامحني. لا، بالنسبة لي ما في مشكلة، أنا سامحتك. خلصت حكي؟ خلصت. مع السلامة، الله معكم. مع السلامة، يلا امشي. يلا تفضل. روح. لك مين هاد يا بنت؟ شو بدك فيه؟ واحد أهبل. هيكون أهبل مو مشكلة، بس حلو كتير. بالله جاي. شو كان عندك شغل هون بشارعنا؟ لا مو هيك القصة طبعاً، بس ناطرك. ليش؟ مو المفروض نحكي؟ بخصوص شو بدنا نحكي؟ بخصوص الشاب اللي جبته لهون بالزور وغصبته لحتى يقول لي هيك؟ طيب شو رأيك هلأ نتجاوز هذا الموضوع وتسامحيني؟ لو سمحتي. بعتذر. لميس، بدي حاكيكي، انت ليش هيك عنيدة؟ طيب على القليل اسمعيني شو بدي قلك. الشاب اجا واعتذر، واللي صار كان غلطة، معقول ما تصدقيني؟ معقول؟ بدر. نعم. انت عم تشتغل شغل مو نظيف. كيف؟ الشاب اللي جبته اليوم هيك قال لي، فيك تفسر لي هلأ شو السبب اللي خلاه يحكي عنك بهي الطريقة؟ الله يلعنه لهالغبي.
بدك ايانا نضل نحكي عنه؟ انت من كل عقلك صدقتي؟ شو هالشغل اللي مو نظيف؟ يعني معقول تصدقي كلامه؟ يعني ما بتعرفي شو بيقصد؟ اكيد هو كان بيقصد اني باخذ السيارات منه وبروح بساوي مشاوير فيها بس هيك. لميس يا ريت تفهمي الحكي قبل ما تحكمي علي مرة تانية. لميس ما بصير تتركيني هيك وتمشي، المفروض نحكي ونحل كل شيء سوا. أنا ما بحكي مع الناس اللي بكذبوا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا ابني، شو بتحب أعطيك؟ نقي، شو النوع اللي بدك إياه؟ بدي آخذ هاي كلها. كلها؟ والله هالبنت محظوظة. أنا اللي محظوظ فيها. يا ريتها محظوظة. تفضلي، بكفي؟ إيه طبعاً، الله يبارك لك ويرزقك يا ابني. شكراً، يعطيك العافية. الله يعافيك. تخيلي عم يقلي تزوجي بالقميص والبنطلون الجينز، معقول توصل معه لهالدرجة؟ ما بعرف، بس أنت ما لازم تقبلي. شوف كأنه أختنا هو. شو كيف كان يومكم؟ منيح. أكلت أكلاتك؟ إيه أكلتهم. برافو عليك وما وسخت ثيابك. لميس خير، ليش جاي على المدرسة؟ بيكون هذا عامل له شي عملة. شو عملت هالمرة قول؟ لا مو هيك، بس أنا بدي أخذن على الحديقة. والله شي ظريف، حابة تقضي وقت معه؟ إيه، وين المشكلة بالموضوع؟ ما في أي مشكلة، يلا سلام. ماشي أنا رايح. كنت تتأخروا كتير المساء. منحاول، ما بوعدك. والله فكرة حلوة إن تأخذهم على الحديقة، يا ريت كل يوم. امشوا قدامنا مشان نشوف. ما عندنا ولاد صغار. عم اهلك. يلا عصمت يلا. عم اهلك لا تركض. حابة أخذ رأيك بموضوع، شو رأيك نعمل العرس برا ولا بصالة مسكرة؟ طيب أنتوا ليش ما بتعملوه بالقهوة عند مرتضى؟ بظن هذا أحسن خيار. أي ممكن، يعني مو غلط، أساساً مو حلوة نعملها عند حدا غيري. قلتك بيجيني ذهب كتير؟ ما بعرف، أمي عم تقلي كلهم رح يهدوني. أي إن شاء الله. أنا آسفة، بس ما تكوني مليتي من حكي عن العرس. لا شو هالحكي، معقول؟ تعالي تفشيني أنا كمان. سكوت، على شو عم تطلعي؟ سكوت وينه هاد لهلا؟ أنتي أكيد اشتقتي لبدر مو هيك؟ لك هذا شو جاب سيرته هلا؟ والله ما بعرف، بس لقيت حالي ما عم بحكي غير عن الفستان والعرس، قلت بشوف أنتو شو وضعكم. وضع شو؟ تلاقي ما ضل شي بيني وبينه. لميس رح تجنيني. ها شبكي بالزور لتطلع منك الكلمة، ليش عم تقطري لي اياهم تقطير؟ مع إنه أنا بخبرك كل شي بيصير معي. بس ما صار معي شيء مهم لحتى اقوله. سكري على الموضوع. ايه بدر، بدر شو عم تعمل هون؟ مو انت اللي طلبتي مني؟ كيف يعني؟ بس انا ما حكيت معك. بس لميس انت اللي بعتي لي هي الرساله، هي مو منك؟ قديشك محتاله، انت مو معقوله عن جد. كيف وصلت على تليفوني؟ أنا رح روح شوف الأولاد. ليلاس اللي بعتت لك الرسالة، بجوز حبيت تعمل لي مفاجأة لهيك بعتتها. فهمت، نقعد شوي. تفضلي. هذا شو؟ شوية ورد. ما بدي. ما فيني هز بسرعة، يلا خليني قوم. شو رأيك اقعد وانت تفتشني؟ انت منيحة؟ منيحة. لساتك زعلانة مني؟ لميس انا كذبت عليكي واعترفت بغلطي. انا غلطت وما في انسان بالحياة ما بيغلط، وعم قلك الحقيقة. وليش لحتى تكذب؟ طردك من الشغل ما له عيب. شو يعني أنا ما طردوني من قبل؟ إيه بس بالنهاية أنا ما بعرفك وما بعرف إذا الموضوع عندك مهم، خفت إنه تنزعجي أو تأخذي على خاطرك إذا عرفتي.
معقول انت ما بتعرف انا كيف بشوف الامور؟ اصلا اول شغلة اكتشفت فيك انك واحد بتكذب. انا كذبت واعترفت لك واعتذرت منك، القصة صارت وخلص، لا تكبري الموضوع. انا عم كبر الموضوع. ايه والله، رح خبرك شغلة. مسكي ايدي. لما ماما تركت البيت وراحت قالت انها رايحة تقعد عند اهلها اسبوع وترجع، بس الاسبوع مرق وماما ما رجعت ابنها. وقتها فهمت انها ما عاد رح ترجع. لو قالت الحقيقة ما كنت رح ازعل كل هالقد، مع انه عصمت كان صغير. لهيك انا كتير بكره الكذب ومستحيل اغفر ولا اي نوع من انواع الكذب. لهيك اوعك تقلي هي كذبة بيضة وهي كذبة سودة، لانه هذا كله كذب بالاخر وانا مستحيل اغفر. عم تفهم؟ عم افهم. شو تصالحتوا؟ لك معقول تزعلها؟ بكرة بيطلع لها تجاعيد بوشها. اوف، شان الله حلي عني انتي تانية. ايه تعي لا تعصبي. عصمة تعا معي وانتي لنروح على البيت منتحاسب. لميس انا كان قصدي. لا تحكي شي بنوب، روحي قدامي. بالمناسبة بدي اعزمك على عرسنا، اكيد رح تجي، مرتضى رح ينبسط كتير. عن جد؟ رح تتزوجوا؟ ايه بس اكيد رح تجي مو؟ طبعا طبعا اكيد بيجي. أنا هلأ رايح على مقابلة شغل وما فيني أخذ هدول. إيه وشو بعمل لك؟ كبهم بزبالة. لك أنتي لميس، أنا جبتهم لإلك. بس أنا ما بحب الورد. معقول؟ إيه ولا عاد تعذب حالك مرة تانية. يلا لميس أمشو. هلأ جينا، ليش بدنا نمشي؟ طيب ماشي استنيني. يلا لميس بتخبرك بالموعد. ماشي بشوفك بدر. لميس. ايه لميس، وين فردة جراباتي؟ ليش عم تعلي صوتك؟ ما بتعرف انه تولاي نايمة عنا؟ وشو بيعرفني بعدين وين جراباتك؟ روح دور عليهم. فتحت امك يا روحي، يلا خود هاللقمة مني. يلا كول كول كول. بابا شو عم تساوي؟ لساته صغير وهي كبيرة على تمه. كليها انتي حاجة. رح صدق انك صرت ابحنه. خلاص لميس خدي منه، يعني بيضل ابونا. ما بتعرفي بجوز عن جد تغير وصار حنون. شو يعني بلشت هلأ تسمعني حكي؟ ابني أنا تغيرت وبصراحة ما بعرف كم يوم باقي لي بهاي الدنيا. ليش هيك عم تعملوا معي؟ يعني رح تتركنا وتروح؟ أنا رايح غسل إيدي. ما رح يبعدك. شكو يا جماعة، أنا برأيي لميس لنشو. ليكي أنا لبست هدول الجرابات، شوفي. أي منيح. ليكي بتوقع أنه أبونا عليه دين كبير ولهيك إجا، يعني مشان يتخبى عنا هون. احتمال. أخي ليش هيك عم تحكي عنه؟ بلكي هو شقلنا فعلا. كتير والله. ليلاس تتذكر يلي كان عنده محل الحيوانات الأليفة وسكر الصيف الماضي؟ وقت أهداكن زلحفة. ايه لعم جورج. ايه وقتها اخدتوها انت وفكرته وحطيتوها بجرة واعتنيتوا فيها، عبيتوا الجرة مي وضليتوا عم تطلوا عليها وتطعموها وتهتموا فيها على طول. بس بعدين لما مليتوا منها ما عاد سألتوا عنها، ولما جيتوا تورجوها لرفقاتكم فتحتوا الجرة لتشوفوا الزلحفة، وقتها لقيتوها لها الزلحفة الحلوة ميتة. لا هو ميتة. ايه ميتة. ايه ميتة. شو في داعي لهالحكي الفاضي هلا قدام الاولاد؟ لانه الحياة فيها شغلات بتوجع كتير، خليهم يعرفوا. يعني هلا انتو عم تلعبوا دور الزلحفة وبابا انتو. ماشي سكوت هلا وروح على مدرستك. يلا. ايه حاضر. حرك احمد. هلا عن جد فيني اعرف هلا انت من وين جبت قصة هاي الزلحفة؟ هيك والله ابوك ذكرني فيها. ايه معك حق. صباح الخير لميس. صباح النور مرتضى. أنا معلش إني شفته لاي، إذا كان في مجال. ما فيك يعني تشوفه. لميس أنا لازم أحكي معاه ضروري. روح من هون مرتضى، البنت أعصابها تعبانة ومنهارة وطول الليل عم تبكي وما عم تعرف تنام. أساسا لساتها نايمة وما بدها تشوفك. عم خبرك من هلأ.
ما فينا نحكي بالبيت، أمي جاية بعد شوي. تمام، إذا بدك منروح على شي محل. رح جيب شنطايتي لنروح. ماشي، أنا رح استناكي. لا أنتوا أكيد مجانين. إيه مرحبا. أبدا. كيفك؟ منيح منيح أخي. مبروك، قال رح تتزوجوا. إيه إيه إن شاء الله. ممتاز. مرحبا. نمشي؟ لميس شكرا على كل شيء. باي. شو بون هدول؟ هلا مو وقته. صحي انت ليش اجيت؟ مشان وصلك على الشغل. مثل ما بتعرفي ما عندي شغل هلا، ولهيك معي كتير وقت. بدك تحطني تحت الامر الواقع؟ ليش ما خبرتني من قبل؟ ليش لحتى خبرك قبل؟ توقعت انك تنبسطي. طيب روح استناني بعيد، هلا بجي. تمام ناطرك. ايه لو سهلة، بس لحظة لخبر المحامي. ماله لزوم. أهلا وسهلا، تفضل. أهلا وسهلا، شرف. شكرا كثير. خير، وين هالغيبة؟ من وقت طويل ما شفناك. والله الصراحة يا نجدة بيك، أنا جاي أطلب منك طلب. تكرم عينك، كيف بقدر أخدمك؟ في واحد بالسجن بدي أطالب. جميل، الأستاذ بيكون محامي تبع جابر. مرحبا، أنا محامي السيد جابر نجدة تشيليك، جاي لهون لشوف موكلي. معكم بس 5 دقائق. ماشي. أنا نجدة تشيليك المحامي تبعك، رح تجاوبني على كم سؤال وبسرعة مشان ما نضيع وقت. اتفقنا. وقت داهمتكم الشرطة كان في شي بالكراج مثل سيارة مسروقة أو محرك مفكوك أو رقم شاسية أو نمرة؟ نحن بالعادة ما بيضل عنا قطع أبدا، اللي بيجي بالليل بيروح الصبح. وما كان في بالورشة غراض بتخصك يعني شغلات شخصية؟ لا ما بظن، وما كان في شي غير العدة والمفكات. من إمتى استأجرتوا المحل وعملتوا ورشة؟ تقريبا من شي سنة، وصاحب الورشة أنا اللي اتفقت معه، وبدر اللي بيدفع. فهمت عليك. ايه يعني رح أطلع من الحبس؟ ما بعرف، رح جرب حلة ولا إشي طريقة. لا تقلي رح جرب حلة، حلة ما فيني ضل هون. وقل له لبدر أفندي يوكل محامين أو يدفع مصاري أو يعمل أي شي بيقدر عليه، المهم أطلع من السجن، وإلا رجلي ورجله بالفلقة سوا. طيب ماشي، رح أعمل كل شي بيقدر عليه. على كل حال ما تخاف وانتظر خبر مني. هو اللي لازم يخاف مو أنا، ولا شو؟ مرحبا. أهلا وسهلا. خير، شو الموضوع؟ شكلك مو منيحة. لا منيحة، ما في شي. ماشي، أنا جبت معي صحن كنافة. عن جد؟ ليش معذب حالك؟ لا أبدا ما في شي محرز، أنا مو حاسك إنك منيحة. بس لحظة استناني شوي. ليلاس؟ ليلاس خدي الكيس حطيه بالبراد، ولا تدقرون قبل ما تخلصوا اكل. يلا انا شوي وبجي. انا ضايجه وحابه نتمشى وشم شويه هواء. وانا كمان. ايه احكي بقى شو الموضوع؟ ولا شي، نفس المشكلة. قصدك مشان اجتماع أولياء الأمور؟ على فكرة هذا الموضوع برأيي مو كتير مهم، أنا أبي ما كان يحضر اجتماعاته ولا مرة إجا على المدرسة. هو بالوضع الطبيعي مو مهم كتير، بس بجوز فكرة ينطرد هالمرة. أوه فعلا مشكلة. و
وإذا طردوه ما بقى فين يمون عليه، وبيجوز كمان ياخدوه منه. مو لهالدرجة. خير جميل، ليش وقفت هون؟ روقي، ما في شي ما بينحل، ومستحيل نسمح لحدا ياخده منك. هالحكي مو مضمون. مضمون بوجود أخت مثلك. تعال. ولا شي رح أمشي. هلا حدا بيشوف؟ قصدك حدا من حارتي؟ طيب أنا لازم أمشي. وليش هيك مستعجلة؟ خلص شميت هوا وأخذت جرعة كبيرة كمان. أوكي طيب، ما رح أغصبك. وخبريني شو بصير معك بكرة. إيه؟ ماشي أكيد بخبرك، بس ماني ضمنانة شي أصلا. لميس، صدقيني كل شي وإله حل، فما تخافي. باي. لكن من بكرة الصبح منطلع على السوق مشان نشتري لك فستان أبيض حلو لتلبسيه بكتب كتابك. طيب ماشي أمي. لأنه ما منلحق نوصي على فستان عرس إذا كتير مستعجلين هيك. ما في مشكلة حبيبتي. برافو مرتضى، عملت عين العقل بهي الخطوة. يخلينا هيك أمي. بلاها أمي هي. لك شلون اصفر وشو؟ عم بمزح لا تزعل. خلاص صار فيك تقلي أمي. تعال بوس إيدي وخذ الرضا. أمرك. إيه بوسة طبعا. هيك بدي اياك يا صهري البطل. تولاي تعالي شوي. لوين رايح؟ ما شاء الله. ممكن تدوري لي على قميصي الابيض لانه انا ما عرفت لاقيه. خلص البس غيره هلا. حياتي تعالي شوي، في شيء مهم. تولاي شبك، ليش عم تأمليها للمخلوقة على الفاضي؟ شبك انا متزوج وما بقدر اكتب كتاب. ايه وانا بعرف انه ما فينا نكتب كتاب. وليش ورطتينا لكان وقلتي هالحكي؟ بلشت تسايرني وتعاملني بلطف وتقلي صهري ومدري شو. رح نجيب حدا يمثل دور الشيخ. كيف؟ وهيك منخلص من ورطة أمي ومناخد المصاري اللي تركهن أبي. لا إله إلا الله، هو الشيخ؟ أنا من وين بدي دبره؟ أشوف شي حدا بتعرفه، هاي مو مسؤوليتي أنا. إيه طيب. دولاي حبيبتي، مو معقول قديش طالعة حلوة. أهلين إن شاء الله. إيش مبسوطة فيك وإخواتك يا لمي. تسلم. قعدوا على الطاولة. يلا مرتضى، شو ما بتعرف بالعادات تبعنا؟ يلا يلا لازم تروح تستقبل الضيوف. ليش ما في حدا لسه؟ هلأ كل اللي بيجي ما تخافي، ما خليت حدا بالحارة عم يحكي علي إلا وما عزمته. بلكي بصير وبيستلموا حدا غيري. هي أحسن. لميس ليش تأخر أبوك؟ المفروض يجي. ليش؟ مشان يجيب لنا معه الشيخ. بس يا تولاي انتي شو ما بتعرفي لأبي؟ ما فيكي تعتمدي عليه ابدا. خلاص ما تخوفيني هلا. ما كان لازم تعتمدوا عليه بهيك شيء. مساء الخير، الف مبروك. شكرا يبارك. الف مبروك. شكرا كثير اهلين. تسلم. سلام. عيونها فورا ضحكوا. اهلا وسهلا. مرحبا. عن جد الديكور حلو كثير، بس كاني مبكر شوي زياده انا، ما هيك؟ مو مشكله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، انبسطت انك اجي. شو معقول ما اجي يعني؟ وانتو كمان مشكورين على هالدعوة. ليك نسينا نبارك لك، ان شاء الله الف مبروك تتهني. عقبالك انت ولميس. بس عرس حقيقي طبعا. رح شوف مرتضى وبرجع لكم. شلونك بدر؟ تمام وانت منيح؟ لميس حكمت لسه ما اجا. ليش؟ اتصل فيه على الدكان؟ اتصلت وما حدا رد، معناها بيكون طلع. وين بده يكون راح؟ يا الله دخيلك. إذا بده يطلع معهم بالعادة بيخبرنا، أصلاً بالصدفة لا يعمل هيك. طيب اسمعي لقلك، إذا بدك هلأ منقوم مندور عليه، ما تضلي متوترة هيك. يلا. لا مو متوترة، خلاص بعرف أني عم بالغ. كلامك مزبوط، يعني ماله ولد صغير. برافو عليكي. ولك شبك عم نمزح.
معقولة؟ مو معقولة. جارتنا السيسي يبوها تشبك فيكم؟ ما بدك تخلي شي لحدا؟ لك انتو ما بتشبعوا؟ وقعي كل شي بس والله مو طبيعي. روح يلا يلا رجع محلها. شو هادي ايه بلا في ملا. مهجة اهلين يا بنتي. الف مبروك. الله يبارك فيكي. ما بعرف شو هي صراحة بس امي بعتت لك اياها. شكرا حبيبتي. اهلا وسهلا. تسلمي. مو معقول على فكره انا ضجه. شو اخبارك احمد؟ منيح. وانا كمان شكرا على سؤالك. ما اجا حبيبي؟ مين قصدك؟ فوزي؟ ما بعرف، بلكي في عندك حبيب غيره. شو قصتك احمد؟ لك انا ما عندي حبيب. والله اذا في ولا ما في، كل هذا الموضوع ما بيهمني. واضح كتير ان الموضوع ما بيهمك، عيونك فاضحتك. انا حروح اقعد. والله ده ليش جاي؟ ها وينه ابوكي لهلا؟ ما بعرف. وبعدين مرتضى وين الشيخ لهلا؟ مالك شايف الساعة قديش صارت؟ اهدي امي هلا. لبعد لي امي خلص رؤي تولاي ان شاء الله بتطلع. والله امي بتاكله لمرتضى اذا حسيت على شيء. بس يا خوفي هالشيخ ما يجي. اكيد في شيء. مساء الخير. اهلا وسهلا. ها يلا هو اخيرا يجي. يلا يلا تفضلوا تفضلوا. وين اهلنا يا عرسان؟ تاخرنا عليكم. الحمد لله ان شاء الله. الف مبروك. هلا يلا بسرعه. عمي فكري ممكن نحكي اذا بتفي؟ هلا مو وقت الحكي، ما انك شايفتيهم بدهم يبلشوا. بس الموضوع مهم. خير شوفي. تفضل اشتري باقة ورد مرتبة وروح على البيت. هلا امي لحالها بتسليها شوي وبتخبرها كيف كان اجتماع اليوم. هي بس بس على فكرة كثير ما بتنبغي. ماشي سلام. وين شاهدك؟ شاهدي انا؟ ما في شيء. مرتضى ما قالت لحدا؟ قلت لسليم. عادي عادي منشوف حدا تاني. شو يعني؟ معقولة يخزلني بهيك شغلة؟ في حدا بيخزل رفيقه المقرب بمثل هيك مناسبة؟ مرتضى يعني حتى بشغلة كلها تمثيل ما عرفت انك تظبطها. طيب ما اجى شو بعمل؟ المهم ما تخلي امك تحس على شيء. الشيخ بيتأخر. في شيء مو طبيعي. بدر تعال انت. ايه تعال. اجي تعال. Çak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşi bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. الحمد لله اللي مرق كل شيء على خير. قلبي كان وقتش انا مبسوطة. قديش الحلوين؟ ايه عن جد؟ مساء الخير لمين. هلا مساء الخير جميل. مساء الخير بدر. اهلين. مساء النور جميل. يا اهلا وسهلا. اهلين مرتضى. كيفك؟ ما تواخذني ما قدرت اجي ابكر ان شاء الله. لا ولا يهمك، حتى لو كنت ما اجيت يعني بعرف ظروف شغلك وانت ما بتقصر. معذور اكيد. والله انا اضطريت اهرب. يا اهلا وسهلا. الف مبروك تولاي. شكرا جميل. نحن مشغولين هلا بعصابة كبيرة عم تسرق سيارات، حتى في شباب من الحرم متورطين بالقصة. والله؟ جابر وعلي أكيد بتعرفهم. إيه أكيد بنعرفهم. طيب
طبعا جابر وعلي مو لحالهم متورطين بهالقصة، في حدا وراهم ورح نكمشوا عن قريب. مو مطولين لنكشف كل العصابة. هي الله يقويكم. والله لازم كلياتنا نساعدكم لحتى ننظف الحارة. المهم ما يتعرضوا أو يؤذوا أولادنا. لا لا ما تقلقي من نوب لميس، أصلا هدول شلة حرامية وزعران وما بيخوفوا أي حدا. انسوا، أنا بستأذن. شكرا جميل، جيد. ألف مبروك مرة تانية. مبروك تولاي. شكرا لحضورك. تصبحوا على خير. تلاقي الخير. مع السلامة جميل. يعني عزمت شرطي على كتب كتاب مو نظامي؟ ما انتبهت للموضوع أبدا. يلا. لميس ضروري أحكي معك. وشو ناطر؟ بس مو هون. يعني وين لك؟ ما فهمت. بشي مكان بعيد عن كل الناس لنحكي بهدوء. ايه بس ما فيني روح هلأ وأترك الأولاد. أحمد معهم هلأ، خلص ما في شي بيخوف. لميس لو سمحتي. طيب يلا. طلعت احنا بنروح شوي ونرجع. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.